صباح الخير البنات، كي صبحتو مزيانين؟ اليوم كنقول لكم صباح الخير، حقاش فقت اليوم بكري. يلا فات الفجر بشي شويه، الله الضوء ده كيبان. بغيت نخدم هاد الكم نكملو. بزاف البنات سولوني عليه، قالت ما كملتيش معنا داك الكم، داكشي علاش قلت نشاركو معكم. استنيت شويه بان الضوء باش نصور لكم هكا تكون الصوره واضحه، وغادي نخدمو معكم. حقاش انا ساليت صافي هاد التحت، بقى ليا هنايا غير الفينيسيون بالحجيرات والعقاق بحال هذا، بحال هكا لي غير هاد الفينيسيون ديال هاد الحجيرات والعقيق وكلشي باش نفيني به لكم. دابا غنخدم معكم هاد السليتات هادو، ومن بعد صافي غنفيني لكم كامل باش يتدفع لون الخياط يتخيط. وان شاء الله الى تحت الفرصه نقدر نشارك معكم اللبسه كامله، حقاش حتى اللبسه شحال من بنت سولاتني عليها كانت باغا تشوف اللبسه كامله كيفاش غادي تطلع. دابا غندوزو ان شاء الله الطريقه، الطريقه اللي ساهله، خصنا غير المتر باش يجينا داكشي عبار. هنا عندي من هذا العريش حتى لهذا العريش، هذا غادي نعبر المسافه. هنا عندي 28 سنتيم، غنقسمها على 4، عطيني 7 سنتيم، ها هي 7 هنا، 14 21 هنا، قسمتها على يعني غيجيوني دوك العقيقات 3 هنا. علاش كنحسبوا على باش نديرو هادو هاد العقيقات هادو هما علاش كنحسبوا. وغادي نجي غادي نعبر ثاني من هاد العريش لهذا، غنعبر هنا شحال عندي ديال المسافه. هنا عندي تقريبا 6 سنتيم، هنا 6 وهنا 6 وهنا 6 سنتيم، باش هكا يجيني يجيني هاد المسافه ما بين هنا وهنا، ما يجيوني مقادين، ما يجيوش ما يجيش عواج او لا مفاوت. هكا غادي نسيل هاد الخطوط هادو، وهنايا كذلك غادي نقسمها على 4 حتى هي 28. انا ديجا هما حاسبهم، ها 7 ها 14 ها 21، يعني ثاني هادو 3. ونفس الطريقه لهادو، هكا 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 كنهبط معاهم كاملين في عبار واحد، وغادي نسطرهم كذلك بالمسطره هكا، حتى هما غادي نحضرهم هما نفس العبار 28 سنتيم. غادي نقسمها على 4، ها 7، ها 14، ها 21. صافي دابا ها هما فين غادي يجوني العقيقات باينين، هنا غادي يجيو 3 وهنا ها هما 3 وهنايا 3. غادي نركب دابا هذا التوب ديالي في المرمى، ونوجد الخيط كيفما ديما الخيط على 4، ونوجد العقيقات ديالي، ونوجد داكشي باش غادي نخدم، ونرجعوا باش نخدموا الطريقه ديال هاد السليته. هنا بغيت نركب المرمى، وتفكرت واحد المتتبعه اللي سولتني قالت لي منين كنهبط المرمى كندير فوق العقيق واش ما غيتهرسليش. اول حاجه الا كنتي دايره الخيط على 4 فما غاديش يطرطق لك الخيط، وثاني حاجه باش تخدميه فوق العقيق كنحطو هذه، وكنحاولوا نزكيو شي بلايص اللي فيها اقل ديال العقيق، يعني ما غاديش نجيبها حتى لهنا اللي عندي الحجر وعندي الخدمه كلها دايره، كنحاول نجيبها في هاد الجهه اللي شويه ناقصه الخدمه هكا، ونرخف المرمى على الاخر ديالها، ونسبق هاد الجهه اللي فيها العقيق هي الاولى، لحقاش هنا ما عنديش العقيق، عاد نقاد التوب ديالي وندفع من هنا، ولكن هنا كنخليه كما ركبته في الاول، شي كيبقى مرخي هكا باش يمكن لي. صافي كنزير شويه من الجنيبات باش هنا ما نزيرش العقيق تما ولا ندفع نطرطقو، واخا الخيط على 4 الا دفعتي مجهد ولا شي تزييره مجهده يقدر يطرطق العقيق هنا ويبدا يتسرب لك الحل. صافي هنا كنزير غير واحد الشويه اللي شد لي التوب باش يتزير لي هنا، باش ما نزيرش ثاني بزاف نطرطق العقيق. غير هكا شي شويه، صافي ها هو باقي التوب شويه مرخي، يعني كتكون شويه الخدمه. صافي هكا وغادي نرسيها في السيبوره ونبداو الخدمه ان شاء الله. انا هنا زكيت دابا المرمى ديالي. هنا واحد الحاجه، واحد النصيحه يا غتفيدكم بزاف، تخلي الخدمه شويه مزروبه. عندي هنايا انا ليبرا مقاده في الخيط على 4، خديت جوج ليباري اللي قديت بهم الخيط باش لحقاش انا عندي العقيق هنا، ماشي غنهبط مع السلته وغنعاود ثاني نرجع نزير على العقيق ونهبط مع الثانيه ونعاود ثاني نطلع ونهبط مع الثالثه، لا كندير هكا مادام مزقيه هنايا المرمى فوق العقيق، كنبدا بالليبرا الاولى مع هذه هيا، كنثبت الخيط ديالي كيف ما
ولفتو معايا ديما، كنثبتو في البداية ديال الخدمة. هادي هذا هو اللي غيمشي مع هذا العريش، غنخليو هذا، كنرجعو للابره الثانيه. غادي نبداوها من هنا، هكا، وغادي نزيد الثالثه هنايا. دابا انا خدمت معكم غير هاد جوجات، ومن بعد غادي نخدم هنا. بانت لي واقيلا ما تثبتتش مزيان، يعني انا غنخدم حتى لهنا، وغنخدم هاد العرش حتى لهنا، وغنخدم هاد العرش حتى لهنا. غادي نهبط المرمى وغنكمل الخدمه ديالي، ماشي غنخدم واحد ونعاود ثاني نرجع نخدم الثاني. يعني هكا كنمشي مزيانه، غنحاول ما امكن ما نبقاش نحل في المرمى ونعاود نركبها. نحاول نسونطري في الاول المرمى على قد الخدمه اللي غتخدمني، اللي غنخدم. علاش المرمى فيهم الكبيره والصغيره؟ على حسب الزواقه. الا كانت الزواقه كبيره غنحاول نشد بها اكبر عدد من الزواقه. هذه الا كانت الزواقه عامره وكبيره بزاف، يعني الا كانت صغيره يعني الا كانت غير متوسطه، ولا راه على حسب المرمى. لحقاش كاينه هذه وكاينه هذه المرمه كبيره اللي موالفه كنخدم بها ديما، اللي هي كبيره بزاف، كبيره على هذه، يعني كتشد لي. الا كانت شي رشيمه كبيره اللي غتشدها لي كامله، صافي كيبقى الثوب لاصق في المرمى حتى كنسالي الخدمه ديالي، ما نبقاش نحيدها ونعاود نرجعها. وهذه كما قلت لكم هذه القضيه يعني غتنفعكم. ودابا على بركه الله غنبداو الخدمه ديالنا. هنا غادي نخدم بالمهرس عادي الخدمه ديالي، حتى كنقرب لهذا الخط اللي درت هنا، كنخلي واحد شويه، واحد نص سنتيم قبل منه. ها انتما الا كتشوفوا، كنخلي واحد نص سنتيم شويه بعيد على هذا الطراس. غادي نخدم، ها انتما غتشوفوا معايا الخدمه وغتفهموني علاش غادي نخلي واحد شويه على داك الطراس. صافي هنا منين كنوصل هنايا كنطلع كنخشي واحد، كنعمر واحد العقيقه ديال الزمرد. وهذه من الجهه اللي صغيره كندخل هنايا وكندير زمرد اخرى، يعني ها هي الخدمه كتجي بحال هكا. صافي وكنخدمها هكا، وكنرجع ما بين هذا الزمرد وما بين داك الهرم. وكنرجع في الزمرد الاخريه، صافي هكا، وكنكمل الخدمه ديالي عادي. صافي دابا ملي وصلت لهنايا فهاد الخديمه دابا تزيرت مع المرمى. صافي هذا كنشدو هكا باش من الخيط ما يبرصناش في الخدمه الثانيه، وغادي نهز الخيط الاخر باش غنبدا ثاني الخدمه هنايا. حتى كنوصل لهذا هنايا غنخدم جوجات.
هانتوما نعاود معكم الطريقه هنايا. دابا هنا منين طلعت العقيق لهذا الليبرا ديالي في ساليت العقيق، غادي نهبط تحت من العقيق باش ما تبانش ليا الغرزه هكا، وغنعاود نطلع في الراس ديال هذا الخطيط هكا باش نهز هنايا. كنهز واحد العقيقه زمرد وهذه من الجهه الصغيره، وهنايا عقيقه هاهما كندخلهم هنا هكا، وكنطلع ما بين العقيقه الاخرى وداك المثلث، كنعاود نرجع في الزمرد هكا صافي. وكنركب ثلاثه د العقيقات ديالي هاهما صافي، وكنكمل ديال الخدمه ديالي ثاني عادي حتى كنوصل لهذه الثانيه. دابا ملي ساليت هاد الخطوطه حتى لهنا يعني ما بقاش عندي لي سباس فين غندير الخدمه صافي، غادي نحل المرمه، غادي نحلها على الاخر ديالها على الحد ديالها حتى يبقى لي غير شويه هنايا
هانتوما كما كتشوفوا هذا الرويس كنحلو على الحال. هانتوما غير شويه غندورو غيتفتح، يعني كنخلي غير واحد الشويه هكا اللي غيشد لي المرمى هكا باش نخلي كاع اتساع فين غنشد العقيق ديالي يعني. كنهبط ها هما الخيوط كنطلعهم هكا حتى كنرصي الخدمه ديالي. كنقادها ملي كنقادها هكا هاد الخيوط هادو وياكم تنساوهم لحقاش الا نسيتيهم غتسدي عليهم المرمى. نقلبهم كلهم لهاد الشيء. هاد كندخلو المرمى هكا ها كما كتشوفوا واسع المرمى، حتى كنزكي التوب ديالي ما كنجبش بزاف باش ما نطرطقش العقيق، غير كنزكيه هكا صافي وكنزير غير واحد شويه صافي. عاد كنجبد غير هاد الجنيبات اللي ما فيهمش لا سميتو باش يبقى لي التوب راسي. الا لقيتوها باقا شويه مرخوفه نزيرو شويه غير باليد، ما ديروش بحال هادو اللي فيهم هاد اللعيبه ديال الطورنوفيس، ما نديروش الطورنوفيس باش ما نزيروش هذا، باش نزيروش بزاف نطرطقوا العقيق. صافي ها هما دابا الخيوط هادي ديال هادي، ها هو باقي عندي ها هو هنا وهذا هنا صافي. كنكمل ثاني حتى لهنايا حتى لهنا حتى لهنا كمل الخدمه ديالي. ديك الساعه بقى لي شويه غير هنايا غيبقى لي واحد شويه مازال ما وصلش لذاك العريش، غنزيد نهبط غير هادو جوج، اما هادي غتوصل ليا لهنايا. كما كتشوفوا ها هي الخدمه ديالي صافي سالات. ها هما هذوك السليتات ها هما كملتهم. وهنايا هاد الرشيمه اللي تحت اللي كانت قبيله خاويه هي عمرتها بهذا العقيق والحجار وهاد الزمرد هذا كامل صافي. دابا الكمام ديالي بجوج واجدين، والقدام ديالي ما غيكون من البروكار باش غادي صافي نمشي عند الخياط يتمونطا. هذا هنايا كيجي جهه الكتف الفوق وهذا جهه الكمامه بحال هكا لتحت، يعني هذه غتجي هكا لتحت والسليجه غتجي طالعه مع اليديده. هذا هو لا فيديو ديال اليوم صافي. دابا هاد اللبسه سالات، البنات اللي كانوا كيسولوا على هاد اللبسه ها هي سالات. غنشوف ان شاء الله الا تحت الفرصه مني غادي تخيطوا التمونطه اللبسه كامله وتوجد، غنشوف الا تحت الفرصه غادي نشاركها معكم وتشوفوها كيفاش جات. لحقاش هادو الكميمات سامبل مطروزين، والقدام واللور الفاس قدامي واللوراني غيكون من البروكار مزوق. هذا هو الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. لاول مره كيزور القناه ديالي تضغط على زر الاشتراك باش نضم لعائله القناه باش القناه ديالنا تكبر، وفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد. والى عجبك لا فيديو كنت مهتم بهذا المحتوى ما تنساش دعم لا فيديو باللايك وتشاركها مع الاصدقاء والاحباب اللي كيهمهم الامر. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.